طبعا مع استمرار الهدن في الجمهورية اليمنية بشكل عام يحول نزوح وتدفق نزوح إلى المحافظات الآمنة. كان المأرب النصيب الأكبر من النزوح إلى محافظة مأرب، حيث أنه مع وجود الاستقرار سواء الأمني أو الاقتصادي نوعا ما يتدفق النزوح إلى داخل المحافظة، وهذا يعكس الوضع الإنساني الذي يواجهه اليمن بشكل عام، ويتطلب توفير مزيد من الدعم الإنساني والإغاثي للنازحين داخل المحافظة. نعم طبعا مأرب استقبلت ما يقرب من 2167 أسرة نازحة بمعدل 16232 فرد نازح إلى داخل المحافظة. يتطلب تضافر الجهود مزيدا من الجهود الإنسانية والإغاثية لهذه الأسر، لأنه بمجرد ما يصل هذا النازح ويصل لديه أسرة، هذه الأسرة تحتاج إلى المأوى، تحتاج إلى الغذاء، تحتاج إلى الحماية، تحتاج إلى جميع القطاعات الإنسانية. مع استقبال خاصة العام الجديد لدى هذه الأسر النازحة أطفال، يحتاج أن يدرس هؤلاء الأطفال، ويزداد العبء والضغط على السلطة المحلية داخل المحافظة مع استقبال الكم الهائل من النزوح، إضافة إلى أن البنية التحتية لا ترقى إلى استقبال هذا الكم الهائل. المحافظة يتويج فيها أكثر من 2,200,000 نازح، ولا زالت المحافظة تستقبل أعداد جديدة ما يمر شهر أو يوم أو شهور إلا وهي تستقبل. خلال هذا النصف الأول من العام 2023 تستقبل ما يزيد عن هذا العدد 2167 أسرة نازحة داخل المحافظة. أستاذ محمد، ما هي الصعوبات التي تواجه فرق الوحدة التنفيذية في إعانة النازحين؟ الصعوبات التي تواجهنا أولا أنه لا يوجد أراضي ملك للدولة، مما يضطر إلى التواصل إلى المجتمع المضيف لاستقبال هذه الأسر، أو أن الأسرة نفسها النازحة تصبح مستقبل أسرة جديدة نازحة جديدة، ويتطلب كذلك توفير كافة الاحتياجات. نحن ندعو جميع شركاء العمل الإنساني داخل المحافظة إلى مساعدة السلطة المحلية، إلى مساعدة الوحدة التنفيذية في توفير السكن المناسب والمأوى المناسب لهذه الأسر. يحتاج هذه الأسر توفير الماء والصرف الصحي، تحتاج هذه الأسر إلى توفير وتأمين الأمن الغذائي، تحتاج هذه الأسر إلى توفير حتى الملابس لهذه الأسر، تحتاج إلى الرعاية الصحية، تحتاج إلى التعليم للأطفال هؤلاء الذين دخلوا المحافظة مع أسرهم. يحتاجون هذه الأسر إلى جانب توفير الحماية وإعطائهم مبالغ لهذه الأسر لكي تستطيع أن توفر لأسرتها بعض الأساسيات الضرورية. كما أن هذه الأسر التي فرت تحتاج إلى الدعم النفسي والاقتصادي وتمكينهم اقتصاديا لكي يستطيعوا أن يعولوا أنفسهم داخل المحافظة. الوحدة التنفيذية باعتبارها أكثر الجهات متابعة وكتابة لتقارير النازحين، ما هي التحركات التي قدمتها للحد من معاناة هؤلاء النازحين؟ قمنا باجتماعات ونداءات عاجلة لجميع شركاء العمل الإنساني، وخاطبناهم رسميا بسرعة توفير، سواء خاطبنا الRRM أو خاطبنا الكتل الفرعية المتواجدة داخل المحافظة، بسرعة الاستجابة لهذه الأسر، ولدينا معلومات متوفرة لجميع هذه الأسر التي تصل إلى داخل المحافظة، ونشارك هذه المعلومات أولا بأول مع الكتل الفرعية ومع شركاء العمل الإنساني لتوفير الدعم اللازم ولمساعدة السلطة المحلية في توفير ما أمكن توفيره، خاصة مع تعذر كثير من المنظمات الإنسانية بقلة الدعم. لكننا خاطبناهم ومستمرون في التواصل مع جميع شركاء العمل الإنساني، مع جميع الكتل الفرعية داخل المحافظة لتوفير الاحتياجات الأساسية لهذه الأسر النازحة.